غالب الله بحال دابا المنح ديال الفرق حنا كرهنا نعطيهم كلشي. راه انت عندك واحد المبلغ محدد وعندك مجموعه ديال الانديه، راه النهار اللي كنكونوا كنقسموا داك الشيء راه كيبقى يبان لي الوطني، كيبقى يبان لي هذا وكيعندي مع هذا مي غنخرج الله احسن العوان. واش فهمتي؟ بمعنى راه ما كنكونوش ماشي بالسهل انك توزع داك الشيء، عيش انه كنحاولوا ما امكن التوزيع يكون على حسب المرضوضيه ديال كل فريق والسمعه ديال كل فريق. وإذا عندك إخوان شيء يقصر عليه